أعز صديق محمد نصر. أعز صديق، أنا ليه أصدقاء كتير جدا وكلهم عزاز على قلبي وكلهم حبايبي وإخواتي طبعا، بس أكيد في واحد يعني اللي بتكلمه عن تفاصيل حياتك عن مشاكلك. أنا ممكن ما يبقاش واحد، ممكن يبقى كذا واحد برضو. يعني هو مش واحد، يعني هو أقرب صديق ليا ده حقيقي يعني زوجتي بصراحة، اللي بتكلم معاه في كل تفاصيل حياتي وكل حاجة في الشغل وبره الشغل وبتاع. إنما أصدقاء بقى ممكن برضو أتكلم معه في تفاصيل حياتي وبنضحك مع بعض ونهزر مع بعض، في بصراحة كذا حد وأنا أخص منهم، بس ممكن كم اسم كده من صحابنا. وفي واحد طبعا يعني هو اقتحم حياتي وأجبرني إنه هو يبقى صديقي ويبقى أخ ليا. يعني أجبرك يعني بإرادتك ولا أجبرك غصب عنك؟ بإرادتي. بإرادتك؟ بإرادتي للأسف. حابب تقول اسمه ولا؟ ممكن أقول اسمه، واعتقد ده طبعا جورون مجدي يعرفه كويس جدا جدا يعني، وهو يعني احمد بسيم للاسف. يعني احمد بسيم للاسف انت يعني يعني خلاص بقى يعني خلاص بقى يعني احمد بسيم بص فنان جميل ومحبوب الحقيقه يعني أوي. كل اصحابه قوي قوي بصراحه، كوميديان هايل يعني بصراحه قوي قوي قوي. وفي الشغل ده يعني اكيد هنتكلم في ده جوه اكيد، يعني حاسس ان انت عامل ده فيعني هنتكلم عليه كويس قوي في موضوع الشغل ده. انما بسيم طبعا حبيبي واخويا وصديق غالي عليا، محمد يونس اخويا وحبيبي وصديق غالي عليا جدا جدا، غزي محمد غزي طبعا، وهو من نجوم المجد ومن الناس المحترمه، صديق غالي عليا من قبل كمان ما ادخل المجد. احمد سمير عامر، الاستاذ رفيع حمدي، الاستاذ محمود عبد الكافي. طيب يعني هنتكلم على